والآن تبدأ كلمات الدعاء، ونبدأ بالدكتور محمد يوسف نائب وزير التربية والتعليم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني النهاردة يوم عيد صحيح، لأن كل الواحد بيجي يشوف الشباب الجميل زي حالاتكم، سواء من كل نوعيات التعليم، تعليم عام وتعليم فني وتعليم دولي وكل حاجة، الواحد بيحس قد إيه مصر فيها خير، وقد إيه إحنا عندنا قدرات كامنة، بس هي محتاجة شوية بولشنج وشوية رعاية عشان نقدر ناخدها لأعلى حاجة. الحقيقة أنا يعني فعلا في منتهى السعادة إن أنا أجي الإيفنت الجميل ده بالتنظيم الجميل ده لكل الرعاة وجامعة النيل ومؤسسة الألفي وبقية الرعاة طبعا على رأسنا من فوق. إحنا الحقيقة يعني في رأيي يعني محتاجين دايما نخلق طاقات نور كده في مصر لغاية ما طاقات النور دي توصل ببعض. إحنا من كتر ما عدنا نجلد الذات بتاعنا ونقعد نقول احنا واحنا واحنا واحنا، نسينا الحقيقة ان احنا عندنا قدرات كتيرة قوي، ونسينا برضو ان احنا بنقسى على نفسنا كتير، والقسوة دي على نفسنا الحقيقة يعني في بعض الاحيان بتولد نوع من انواع الـ نقول ايه الكسل او الـ يعني الاحساس السلبي، واحنا ده مش عايزين. اللي بنشوفه النهاردة ده فعلا طاقة نور، وان شاء الله يبقى في مصر زيها 100,000 طاقة نور يتوصلوا ببعض، حس ان مصر كلها تبقى منورة ان شاء الله. بيكوا يا شباب وكل الناس واهل الخير والناس اللي هي قلبها على البلد وعايزة تعمل حاجة لوجه الله تعالى ولصالح هذا البلد. شكر جدا يا جماعة، وربنا يوفقكم.